توقعك ان الاولمبياد هتتلعب؟ والله بص، اليابانيين حتى الان كشعب رافضين، ولكن كحكومة مصممين، ولكن بنسبة 60% هتتلعب بدون حضور جماهيري وكلام زي كده واحترازات وكلام زي كده. ولكن احنا في مصر طغى علينا تجاوز شوقي غريب وعدم احترامه للجماهير وعدم احترامه لتاريخه وعدم احترامه لاسمه لما ضم امام عاشور. فاحنا دلوقتي مش مهم عندنا ان الاولمبياد تتلعب ولا لا، بمقدار ما الناس عايزه تشوف يوم اسود في شوقي غريب، لان شوقي غريب تخطى حدود الروح الرياضيه والاحترام. وزي ما قلت، شوقي غريب معايا قال لي لن اضم امام عاشور، امام عاشور اخطا، انا حذرت امام عاشور، وقال كلام في الخمر يا ليل في امام عاشور، شتموا معايا وبهدلوا، وانا قلت انا ما بسجلش مكالمات لانه حرام، لان ربنا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انا ما بسجلش مكالمات، ولكن اللي قاله شوقي غريب معايا في حق امام عاشور وانه غير محترم وانه تجاوز واني مستحيل اضمه كلام صادم. كون ان هو يضمه يبقى راجل لا يعرف قيمة ما يقول. عشان كده المصريين كرهوا المنتخب الاولمبي بسبب شوقي غريب وتصرفات شوقي غريب. ما كانش حد جبرك انك تقول الكلام ده، ولكن تقول كلامه وتلحسه شكلك مش كويس، وخسر كل الناس وهيدفع الثمن على فكره. وانتوا عارفين ان شوقي غريب اصلا مدرب بالصدفه، يعني شوقي غريب مدرب بالصدفه، يعني متبنيه هنا بوريدا، فهو كل ما بيفشل يمسكوه حاجه، كل ما بيفشل يمسكوه حاجه، لانه هو يتميز بالسمع والطاعه وبينفذ التعليمات، ولكن كمدرب يعني ناس كتيره جدا وانا منهم مش مقتنعين بيه. وحتى لما تولى المنتخب الاولمبي انا قلت هيدمر المنتخب الاولمبي، فاز بالصدفه بالبطوله، هي فوز بالصدفه، ومع المنتخب الاول دمر المنتخب الاول، فهو اصلا مدرب غير مقنع. ولولا ان البطوله على ارضنا والدوله كلها زقت وساعدت ما كانش فاز بيها اصلا. طبعا احنا نتمنى التوفيق لبلدنا، ولكن نماذج شوقي غريب لازم تتوارى، لان الاخلاق هي اهم شيء، الاخلاق اهم شيء، الاخلاق اهم شيء. لكن شوقي الراجل يروح يجيب له حته ارض من وزاره، يروح يجيب له مش عارف ايه. شوقي غريب وهو من 2006 ل 2010 لو عدل لكم الارض اللي خدها بالارقام من البلد بتراب الفلوس ده يتعامل عليها تأميم. الناس دي حلبت البلد، فمش غريب عليها انها تدمر الاخلاق. بس ده بدل ما انت عايز رأيي، يعني امام عاشور نتبهه ولا ايه؟ الاستاذ حسين سلامه ما قلتش كده، ولكن لابد ان يكون هناك موقف تربوي. انا ضد ذبح اي حد يا استاذ حسين سلامه، ولكن لما يجي يعرف انه بسبب تجاوزه وسبه في الاموات والاحياء ما دخلش المنتخب انت بتقومه، لان امام عاشور مشروع لاعب كبير، واللي يقول غير كده يبقى غير عادل. ولكن الأخلاق أهم من أي شيء، الأخلاق أهم من أي شيء يا صديقي المحترم. أنا لا أقصد ذبح، وحاشا وكلا أن نذبح أي لاعب أو أكون ضد لاعب، ولكن أنا بتكلم بما يرضي الله. حبيبي يا عبدو، أنا ساكن جنبك في الحدايق، الأستاذ حسن محمود. حبيبي يا أبو علي يا جميل، ربنا يكرمنا ويكرمك يا أبو علي.